يطرد إذن، والغرافة هو الآخر بعشرة لاعبين في مباراة. أعتقد بيكون عليها عقوبة، بيكون عليها عقوبة صارمة يا نينيه، بيكون عليها عقوبة صارمة. شاهد الحين تدخل حتى خرج معركة في ملعب المباراة. هذا ما يحدث في ملعب المباراة في كأس نجوم قطر. بكل أسف بكل حزن، ما حدث من نينيه للأمانة يستحق عليه الإيقاف ويستحق عليه كذلك الكأس. شوف نينيه. هذا ما عمل. أعتقد بأن مراقب الحكام ومراقب المباراة بيكون له رأي، لكن فهد جابر ما انتبه على اللقطة، ما اعتقد انه انتبه على اللقطة الماضية. شوف ما الذي حدث بعد ذلك. هذه مش كرة قدم ولا نتمنى